مش بس كلام. أما آخر خبر معنا لليوم في فقرة ما يفوتك شيء، واحد تركي تخيل حوتك تدير جريمة تمشي تسلم نفسك عادي نخش الحبس ماكس ما محبس كيف هي ترى ماكس ما محبس بيحكم عليه إعدام الله يرحمه. وصاير على فكرة في ليبيا هنا وفي إيه في شخص دار جريمة وبدون قصده بس مش يسلم نفسه. أمتى كان نقول لكم على شيء إنه هو أمتى قتل صاحبه على خاطر شيء ترى يعني انت تدير حوته هذا بعدين مش تسلم نفسك على خاطر طاير اللي امامه ماشيين يصطادوا ماشيين يصطادوا ما صارش من الاصطياد هذاك شكل اصطاد صارت مشكله تلفت له وقربها بالمقرون قعدت 3 ايام في الحوش في الجبل 3 ايام ضارب الشر هنا في ليبيا هذه صايره في تركيا صايره وصايره على ضجه هلبه كبيره يعني انه هو ضربه ديما مضجه ضجه ضجه ميدي نشبح الضجه يعني بعض وفي التواصل ما فهم شو مختفي هنا في السوشيال ميديا حوتا انت في السوشيال ميديا اكثر انسان في السوشيال ميديا اكثر انسان في السوشيال ميديا ما ضجه توه توه تو بعد ما نكملوا الحلقه تو الصفحات اللي نتابعوا فيها احنا تو ندير لك لها تاقع تمام تقبلني الصفحات المهبله اللي تتبع فيها ما انت مخليها مع غير لا لا مش فهمت ليش ما نحكي لك انا في مجلس ما اقول مختفي انا ما كمل لا ما صح الصفحات هما عن نفسي لما نتصفح هيك ما ندير لهمش فلايك يعني تبدا فيهم معلومات وكذا احسهم ممله شويه رغم ان هم معلوماتهم مهمه انا عن نفسي هيك حسيك حتى انت نفس الشيء يا حوته والله ما مش ما ايه لانك انت تتابع في جو ترفيه وضحك لا لا كل شيء نتفرج نسمع في كل شيء لا حلو خلاص تدي لك تاج وتدي لي حتى انا نروح ندي لك ليهم تاج 100 مش نبي نشوفه كيف بتشوفهم يا حوته خلينا نشوف الضجه الضجه والضجه في التواصل الاجتماعي مش بس كلامه.